هنادي هنادي عندي سؤال لك. اوه تتابعين الانمي؟ يا اي انمي تحبين؟ اي انمي كم انمي تابعتي؟ هنادي هل انتي توكو؟ دقيقة اصبروا دقيقة حاجة. هنادي هل انتي كبوبية؟ انواع فانزات الانمي. كلنا نعرف انه في كثير ناس يحبون الانمي، وكثير منهم عندهم انواع وتصرفات غريبة ومختلفة عن البقية، واكثر نوع نسمع فيه هو المتعصبين. يا الناس المتعصبين اللي راح يموتون اذا انت ما مدحت الانمي حقهم، راح يموتون اذا انت ما تابعت الانمي حقهم، يعني راح تقوم الحرب العالمية الثالثة اذا انت ما اعطيت الانمي حقهم الاميزنج البرفكت الاسطوري اللي ما في زيه فرصة، لانك انت ما عندك ذوق بالانمي اذا انت ما شفته. هذول المتعصبين ما عندهم يعني سالفة انه الواحد عنده رأي أو عنده يعني فكرة مختلفة أو يعني رأي مختلف، بس لا ما عندهم. أنت رأيك غلط، أنت يعني أهبل، وأنت لازم تكون مثل رأيي، لأني أنا تابعت 1,700,000 أنمي وأنا أعرف الأنميات كلها وأنا أعرف هذا الأنمي مرة كويس، وأنت ما تفهم بالأنمي، أنت مجرد نوب، أنت ما تقدر حتى تسمي نفسك أوتاكو، هذا الكلمة ما تنقال عليك، ما تنقال، يا الله. يهرون ماخذين كلمة الأوتاكو كأنها كذا كلمة تنحط على الشخص عنده يعني فخامة وكذا ومتعب نفسه ومسوي شيء. لا حبيبي، أوتاكو نفسها يعني شخص يتابع أنمي، بس هذه معناها مو أوتاكو، معناها شخص محترف ومتمرس في انتقاد الأنميات. يا أخي بليز خفوا علينا، بس قاعد تتابعون تستمتعون، لا تخلون المتعة تكون خراب ويعني فوضى ودراما ما لها داعي على باقي الناس، ما له داعي. واحد من الناس المتعصبين أو من الناس اللي على الأقل يكونوا مرة مزعجين هو الشخص اللي ما يوقف يقول لك تابع هجوم العمالقة. صدقني راح يعجبك، تابع هجوم العمالقة. تابعت هجوم العمالقة؟ تابع ما تعرف ون بيس؟ ون بيس عمك. هذا حرفيا نوع كامل يا جماعة عن الناس اللي منتشرين بالانترنت، منتشرين بكل المنصات، لقيتهم ون بيس عمك. ايش تبغون؟ ليش؟ ون بيس عمك. خلاص. يا اخي ابي افهم هذه النقطة اصلا من وين بدأت، من وين جت، وايش دخل انه الانمي يكون عمي. يا نوع تاني من الناس اللي تبون الانمي، النوع اللي يكون خروف او سمب، اللي يكون يحب شخصية اكثر من اللازم، او يقول هذه الشخصية ماي وايفو ماي هازبندو، ويصير كل حياته وكل صور بروفايلاته تتمحور حول هذا الشخصية. بصراحة هذا الشيء ما اشوف انه يعني له حدود، مو سلبي، انا كنت احب شخصيات واحطها بكل مكان زي فروزن اور سمثينغ اي دونت نو، لكن في ناس بزيادة ياخذوها، ولما الشخص ينتقد هذه الشخصية اللي هو يحبها العالمية الثالثة، يوم شخص يقول هذه الشخصية خايسة يقول العالمية الرابعة، أو يوم شخص يقول هذه الشخصية شخصية مفضلة أو هي وايفو حقي، يصير مضاربة، ولا أنا حجزتها، ولا هذه حقي، وكيف تجرو، وكيف تقول تقرأ صباعي بالطاولة. أي فهذول الناس بزيادة قاعدين يعني يدخلون بالأنمي وحسوا نفسهم جزء منه، فأتمنى أنه يعني تفصلوا شوية الواقع عن الحياة. مش مشكلة تحب هذه الشخصية يعني بس في حدود، انتبهوا، لأنه حتى الانغماس الزايد في الخيال مو كويس كثير، لأنه بعدين راح يعودك على أنه تتوقع أنه العالم راح يعطيك شيء هو فعليا حقيقي، فيصير انه يا ابدا ما راح تنبسط يعني على كذا. وفي الناس اللي ما ادري كيف يتحملون يشوفون ما فوق المئات من الحلقات، العشرات من السيزونات. دحين انمي كونان كم عنده حلقه؟ لحظه تصدقون، خلوني ابحث. انمي كونان كم عنده؟ ب2017 مكتوب 850 حلقة. 850 حلقة يا جماعة افهموني، انتو تدرون قد ايش الواحد يقدر يسوي اشياء بوقته، او حتى يشوف انميات تانية بدل ما يشوف 850 حلقة من نفس الشيء. اوكي صراحة كونان رهيب، وانا شفت افلام من كونان، ما كنت اتابع كونان صغيرة لاني لست من جيل الطيبين، او ماي جاد ما شفت سبيستون، او ماي جاد حملهم القص. هذا 2017 اعتقد انها تعدت الالف الحين، ليش في حلقات مرة كثير؟ ومين الفاض اللي راح يتابع كل حلقة واحدة راح يتابعها؟ مين اللي فاضي شيء يشوف كل الحلقات؟ بليز اعطيني من وقتك. وفي نوع من الفانز حق الانمي اللي كنت الاحظهم دائما يروحون عند يعني الناس، لما تعرفون يمجيكم هذيك النوعات الناس اللي يقولون الانمي للاطفال، اللي يتابع انمي هو الطفل، ما ادري كيف يتابع انمي. اوكي هذا النوع لحالهم هو نوع ثاني من يعني الغباء، وهذول الناس نفسهم اللي يعصبون من هذه السالفه، هم نوع لحالهم. تعرفون ليش؟ لانه يقهرني انه كل مره يوم احد يبغى يجي يثبت انه الانمي مو للاطفال يقول هنادي في وقت الايديتنج انا قلت كلمة ما عجبت اليوتيوب، سو راح اغير هذه الكلمة من هذا الشيء الى فيمتو، سو استمتعوا. الانمي فيه فيمتو، الانمي جوجاجا، الانمي فيه ببع. ليش مياو؟ ليش يعني الواحد يحاول يثبت انه هذا الانمي للكبار؟ ببع. ليش ما تقول الانمي عنده قصة عميقة، عنده قصة سوداوية، عنده قصة ما يفهمها الطفل، ما يستوعبها الطفل؟ لا كله فيمتو. بعدين يجيك نفس هذاك الشخص اللي كان يقول الانمي للاطفال، وشوف هذا اللقطة تقول هذه اللقطة ما تخوف، هذه اللقطة ما فيها مو مخيفة، فيها بس ما تخوف، انا عادي اشوفها وانا طفل، انا ما اخاف، هذا ما يخوف. تحدي هو تحدي قاعد حد بعض يعني مين واحد اكثر؟ لا والله
وعلى اساس المسلسلات طالع منها المسلسلات لو ماني غلطانه الكوريه ولا الهنديه، وهم يتشقلب ويدور ويطلق مسدس، وبعدين لما تتعنكل ينقلب الكره الارضيه عشان هي ما تطيح، والمؤثرات حقت الافلام الهنديه اوف بالله احد شاف هذه اللقطه. اوكي يلا بسم الله. اول بول ادو اوكي فتحت النافذه يا 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 ول هذا حط كل التأثيرات اللي موجودة في البرنامج. وش ذا؟ وش هذا؟ كمر خلاص. شايفين كيف الأفكتات مبالغة بشكل؟ بعدين يقولون الألمي للأطفال. دود أصلاً مين يهتم؟ خليهم يقولون الألمي للأطفال، هم ناقصين يعني قاعدين نثبت لهم يعني إيش؟ يعني عشان ما يأخذوا عندنا صورة نمطية ولا أو ماي جاد كيف أخليهم يبطلون يفكرون الألمي للأطفال؟ ما أهتم، خليهم يفكرون هذا الشيء، هم اللي قاعدين يفوتون أشياء فلة وروعة، لكن بنفس الوقت لا تكون داخل راسك بزيادة، تحسب إنه الكل تحتك عشان أنت تعرف تتابع الأنمي وأنت أنت اللي تعرف الأشياء النادرة وأنت يعني خلاص فوق الجميع، لا، زيك مثل الآخرين، اللهم إنه كل واحد يفتح مخه بنبطل نصير منتقدين بزيادة ونصير متقبلين. النوع اللي سبحان الله يحسب نفسه تعلم ياباني بس عشان يتابع له كم حلقة أنمي. واتاشي وهنادي يعني وضع زي كذا، ما أدري قلتها صح ما قلتها صح، أتوقع إني قلتها صح إن كلمة دائما أسمعها. لكن إذا أنا قلت واتاشي وهنادي هذا ما يعرف إني أعرف أتكلم ياباني، أوكي؟ هذه النوعية تحسب إنه إذا تابعت لها كم أنمي حفظت لها كم كلمة أو كم جملة خلاص هم محترفين ياباني، لا حد يكلمني، أنا أتابع دائما الأنمي سبز ولا حتى أشيل السب تايتل عشان مرة فلة، مرة أعرف أفهم هو يتابع الأنمي وفاهم ولا حاجة ولا حرف، بس يسمع كلمة شيني أقول أوه أوه ماي جاد مضاربة حتصير، يسمع كلمة دايسكي أوه ماي جاد أعوذ بالله تسوي سكيب للحلقة في حب. كيف عرفت؟ كيف تعلمت حبيبي؟ لازم تدرسها، مو عشان إنك حافظ لي كم جملة كل كلمة خلاص بحترف ياباني، بس هنا فيها الأنمي علمني الياباني وأنا خلاص محترف، لا. ولا ما أدري في صراحة كمان نوع اللي بس عشان إنهم شافوا أنميات كثيرة صاروا يبغون يسافرون ويعيشون باليابان. أنا أحب الكراتين وأتابعها لكن ولا مرة حسيت إني أبغى أسافر وأعيش في أمريكا، لأنه فيها فساد، فيها حاسة الدنيا حاسة، ما أدري صراحة إيش اللي مرة مميز في اليابان، يمكن عندهم كثير يعني أشياء محتوى ملون أوكي، قصدي ملون من هذيك الناحية، قصدي حرفيا ملون بالألوان، إنه كل محتواهم رسم، عندهم منتجات أشياء حلوة وأشياء زي كذا، صغير كذا أحس يعني إيش اللي مميز فيهم مكانهم زي أي مكان ثاني، يعني تروح تعيش باليابان عشان تبغى واحدة يابانية تتزوجها مثلا، ألو؟ فما أدري ليش في ناس كثير يتابعون أنمي يبغون يروحون اليابان، أحس إنه ما لها داعي، لكن أجين هذا رأيي أنا، ورأيي أنا دائما صح وأفضل من رأي الجميع، فعشان كذا أوكي أمزح 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 والله أمزح أوكي مزح. الفانزات المطبلين أو اللي يطبلون أو التطبيليون ما أدري أسميهم، في نوع من الفانزات أول ما يطلع أنمي أول ما يكون شويتين حلو شويتين فلة يطبلون تطبيل مو طبيعي لهذا الأنمي، تشوفه بصفحتهم كل يوم وحرفيا يعني مستحيل ينتقدون في أي شيء، هذا أنمي أفضل أنمي أروع أنمي أجمل أنمي، وهذا الشيء صار لي يعني لاحظته عندي بالإنستغرام كان بكل مكان يوم طلع أنمي قاتل الشياطين، وخليني أنبهكم صراحة قاتل الشياطين مرة استمتعت وأنا أتابعه مرة حبيته، لكنه أول ما طلع كنت كارهته من كل قلبي من عروقي كنت كارهه أم الأنمي، كنت قاعد أدعي الأنمي هذا يوقف يبطل إنتاج، ويعني الحمد لله ما بطل إنتاج، كنت كل شخص أتابعه بالإنستغرام كان ينزل على الأقل 10 ستوريات تتكلم عن هذا الأنمي عن نزكو عن اللي يحب نزكو عن كيف إنه فلة عن كيف إنه مدري إيش كيف إنه حلو أو ماي جاد أو ماي جود خلاص بطل تطبيل خلاص، يعني يا كري لهذا النوع على الأقل ديمون سلاير كان يستاهل هذا التطبيل من رأيي يعني الشخصي، لكن بليز تكلموا عن شيء ثاني غير الأنمي بليز. في كمان نوع هو عكس هذا النوع وهو الشخص اللي لازم يكون مختلف أو لازم يبدي رأيه المختلف، مثل الناس اللي لاحظهم دائما عندي بالمنتدى يوم أرسم آنيا يقولون شباب هل أنا الوحيد اللي ما يحب آنيا؟ شباب هل أنا الوحيد اللي أحس آنيا مزعجة وكرنج وكذا مدري إيش؟ شباب هل أنا الوحيد اللي ودي كذا آنيا؟ هلو أول حاجة I didn't ask ما يحتاج نعرف رأيك هذا اللي مو محدد، ثاني حاجة ما لقيت غير آنيا تكرهها حرفيا بزرة طفلة بيبي، أوكي ممكن أفهم من وين الشخص قاعد يشوفها مزعجة يعني حرفيا طفلة والأطفال مزعجين سو إيش تتوقع؟ أعرف إن الموضوع إنه رأي والإنترنت هو مكان الرأي لكن صح إنه هذا الشخص يقدر يبدي رأيه وأنا أقدر أبدي رأيه عند رأيه سو كلنا فايزين سو ما حد يقدر يقول لي هنادي هذول يبدون رأيهم لأن أنا كمان قاعد أبدي رأي عنهم، أوه هنا جينا للنوع اللي الكل يكرهه النوع اللي يحرق هذول النوع يعني ما أدري كيف الواحد يقدر يصفهم بطريقه من دون ما اصارخ من دون ما اسب يعني حاول يكون الكلام يعني هذول النوع من الناس ما ادري كيف يجيبون هذه المتعه كيف يحسون بهذا الشعور انه اوكي هذا الشخص قاعد يتابع انمي ومستمتع فيه خليني احرق له كل شيء عشان ما يستمتع بالاستنتاجات ويحس بالحماس ليش تروح تحرق له ليش ما تقدر
تقدر تسكر فمك تسكت شوية، أو الناس اللي أول ما تنزل حلقة على طول ينزلون كل المعلومات وكل الأشياء الرهيبة اللي صارت عندهم بالستوري. طب أنا ما لحقت أشوف، أنا إيش ذنبي؟ أنا إيش ذنبي؟ المشكلة إني أنا صراحة أحيانا أكون أسوي حركة يعني غبية، أحد يسوي مثلا بوست ويكتب أول بوست سبويلر أو حرق، طيب أفتح الصفحة اللي بعدها مكتوب أجين سبويلر وأنا مسرحة، أنا حرفيا مسرحة، أفتح الصفحة إلا أشوف حرق وانقهر. بس في ناس يعني يجون يحرقون بزيادة، يكونون يعني جايين لك أنت لحالك كذا، يكون صاحبك صديقك أو شخص تعرفه يعرف إنك تابعت الأنمي ويجي على طول بالخاص يحرق لك ويقول لك أوه ترى هذه شخصية ما هذه الشخصية ترى تحب هذا وترى كلهم ليش ليش. والأسوأ من كذا صراحة مرة من المرات انحرق لي حاجة ما كان أنمي صراحة كان مسلسل، لكن خلونا نقول كان أنمي، حرق حاجة قريت الحرق وكملت أتابع المسلسل أو بين قوسين الأنمي يعني عشان كمثال، يوم كملت المسلسل طلع إنه هذا الحرق كان كذب. طول الوقت كنت أنا قاعدة أستنى هذا الحرق في النهاية طلع كذب، فأنا طول الوقت ما قدرت أستمتع لأن طول الوقت كنت حاطة بالي إني أوكي هذه حتكون النهاية هذه حتكون النهاية، هذا مش مهم هذا مش مهم، لا أركز على هذا لا أركز على هذا، في النهاية طلع غلط. ليش لا ليش ما أدري إيش الفائدة، ما أدري إيش الهدف، ما أدري إيش المتعة اللي تجي داخل، هو ما يعرف اذا انا اصلا قريتها ولا ما قريتها، يعني انا كذا مريت عليه بسرعه. ليش ها تيكي انت اي نوع تشوفين نفسك؟ انا ما اتابع انمي. او صح انا ما اسمح لك تتابعين انمي، اجل وش تتابعين؟ بابا براعم. تتابعين براعم؟ ايوه تابع براعم. عندك مشكله؟ لا لا ما عندي مشكله ريلاكس. سوري سوري عادي عادي زين. مستعده على طول انت دفاعيه؟ ايوه على طول. وش كرتونك المفضل براعم؟ انا احب في كرتون اسمه فرحان كذا اغنيه، فتى يعيش في شجره ويحب المرح وله ذيل طويل لا فا 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 فا. نسيت اغنيه بس كذا كان واحد كذا كلب لونه اصفر وفرحان وذيل طويل اشياء، هذا احبه لانه فرحان، عشان كمان في ارنب لونه وردي ذي مره حلو مره حلو، انصحك تتابعينه هذا حقي المفضل انمي المفضل. لحظه 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 ايش قلتي؟ هذا انمي المفضل. لا لا ولا شيء. اوكي باي مع السلامه.